كان الهدف من إطلاق المبادرة هذه أن يكون عندنا 100,000 مبرمج خلال الخمس سنوات. الحمد لله خلال ثلاث سنوات وصلنا ل 100,000، فاليوم هدفنا أن نضاعف هذا العدد خلال السنوات القادمة. طموح دولة الإمارات كبير جدا في هذا المجال. لو نرى استثمارات دولة الإمارات في مجال التقنية خلال العشرين سنة اللي طافت كان حراك ضخم. اليوم دولة الإمارات تقود حراك التقنية في المنطقة، وهي من الدول الموكنة للتقنية على مستوى العالم. أيضا رأينا خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه إلى الولايات المتحدة، كان هناك تركيز كبير على ملف الذكاء الاصطناعي، على ملف التقنية، على ملف البرمجة، وهذا اليوم يمكن يوم يكمل على هذه المسيرة.